لدينا عمليات في تقريبا 50 دولة، ولكن سيستغرق الأمر 6 سنوات في كندا أو أمريكا لكي أحصل على ترخيص البناء. في مصر 5 أشهر فقط. إذا كنتم تعرفون الشرق الأوسط، لو فعلا ترغبون في النمو، لو ترغبون في نسبة عائد على الاستثمار قوية، مصر في الشرق الأوسط هي المكان. لذا كل الأساسيات موجودة، الحجم كبير، والحكومة تقوم بالإجراءات الصحيحة، وكرجل أعمال الأرقام منطقية. ولكن هل لدي عواطف ومشاعر قوية؟ طبعا تجاه مصر لدي مشاعر قوية جدا، لأكون صادقا معك. إنه يتحدث عن وسط مدينة دبي، حيث قمنا بعمل هذه المباني الرائعة وهي ناجحة. صحيح العام الماضي كان هناك 80 مليون شخص، قد يصل إلى 90 مليون شخص قاموا بزيارتها. ولكن لو تحدثنا عن المدينة، مدينة القاهرة التي يجد بها التنوع الرائع الذي نراه في المجتمع المصري، نود أن نكون موجودين وأعدكم أن هناك قدرة على الوصول إلى هذه الأشياء، وتنوع الثقافة والمجتمع هو ما سيجعل هذه العاصمة الجديدة شيئاً أعدكم سوف يكون فعلاً رمزاً، وسوف نقدمه لكم. You know, you're setting that bar pretty high. لا قد قمت توقعات جدا هنا. الناس يشاهدون الأرقام على مدار الأشهر والسنوات الماضية ويعرفون سجلاتنا وإنجازاتنا، وأعتقد أن الأمر في مصر سيكون ناجح جدا. دعنا نتحدث عن تجربتك السابقة. لقد رأينا أن هناك الكثير من عدم الاستقرار السياسي الذي حدث، وكان الأمر صعبا على مصر أيضا. قل لنا لماذا لم تنسحب وقررت أن تبقى في مصر، وماذا كان العائد عليك من البقاء في مصر؟ الأمر سهل وبسيط. لقد عشت 7 سنوات في سنغافورة، ودائما ما أنظر إلى إندونيسيا وتعداد السكان بها وأراه أمرا رائعا، وأقول لأصدقاء الصينيين إندونيسيا هي المكان، لا يوجد أي صعوبات في إندونيسيا. ولكن 250 مليون شخص في إندونيسيا يجب أن يتحركوا في أماكن مختلفة كل يوم. ولو نظرت إلى مصر ستجد أن الناس في مصر يأخذون أولادهم إلى المدارس ويحتاجون إلى الخدمات الطبية وما إلى ذلك. فلسفتي من مشاهدة اليومية أننا فعلا كإدارة قررنا أننا لا نعتقد أبدا أن المصريين سيحتاجون الحصول على الفيزا الخاصة بالشنغن للدخول إلى الاتحاد الأوروبي أو الذهاب إلى الولايات المتحدة الأمريكية. السكان تعدادهم ضخم ولدينا سوق كبيرة، إذا لا يمكن أن نسير عكس الطبيعة. قلنا حسنا سوف نستمر في مصر، واستمرينا في عمليات البناء والتشييد في ذلك الوقت الذي كان فيه عدم استقرار. وبعد ذلك كان هناك أيضا بعض المعوقات، ولكن تم إزالة كل المعوقات التي واجهناها على مدار العامين الماضيين. هل يمكن أن تظل معنا؟ لا، يجب أن أغادر. شكرا جزيلا. He was the last one to take the stage and the first one to leave. I'm not كان sure what that آخر means. واحد جلس على المنصة وأول واحد غادرنا. It was nice to have him. Very good. Especially the project of that sort of scale. I want to turn to the local rock star, Muhammad Al Aryan. I tried to catch him in the hallway yesterday.
And everybody wanted a piece of you, so I'm glad you made it to the podium at least, right? Because I'm sitting here saying, I hope he doesn't come up to me after this. Please go to somebody else. That's what I said, you got to go to the local rock stars. You've watched this economy very carefully, obviously, you have Egyptian roots. Where are we going now, do you think? I was in my coverage for CNN yesterday from here. I was saying it was almost a conference of defiance because we've had bombings for the last 2 weeks, pockets all around the country, great deal of uncertainty for 4 years, but it has the weight that people like in terms of 90 million consumers at the heart of the Middle East and trade agreements, access into the European Union, into the Gulf states, and into Africa. So it is a key turning point here for goods and services going out. Where do we go in terms of growth? The bar is to raise $60 billion in FDI between now and 2019, get growth up to 7%. That's pretty high bar on both accounts. What do you think? So I think Egypt is on a fundamental economic transformation voyage that will allow it to meet the aspiration of its people and will allow it to go up the ranks globally. Let me explain why. If you were to do a survey of the people sitting in this room, the thing that I think all of us are most confident about is Egypt's potential. Now, we can put it either negatively or positively. Negatively is that this is an economy that has chronically underperformed. But positively is that if you put the attributes of this country, the human talent, the physical capital, the labor, the population, the availability of finance, if you put all that in the equation, the growth number that comes out will be a lot higher than what you achieve. So I think all of us agree that the opportunity is huge, and we've heard this over and over again in the last 24 hours. Most of us also agree, and I certainly agree, that there's a fundamental change in the design of the economic policy program. I've been observing Egypt for a long time, and it's really encouraging to see three things come together. First, a macro framework, a destination, so that people know where we're going and why. No one embarks on a journey without knowing what the destination is. The second element that's coming along, hear a lot more about it. وهي البرامج والتقدم القطاعي. لقد تحدثنا الآن الاهتمام بالطاقة، التعليم، الصرف الصحي، البنية التحتية، وهي أشياء مهمة. لأنها لا فقط تافي بالمتطلبات الاقتصادية ولكن تحقق أهدافا اجتماعية. النقطة الثالثة التي جاءت البيئة المواتية التي تسمح للقطاع الخاص بالعمل. سمعنا إلى قانون الاستثمار وأيضا الضرائب الخاصة بالشركات وغيرها. إذن أين مواطن انعدام الثقة أو عدم وجود ثقة كاملة؟ السؤال هل سوف يتم تنفيذ كل هذه الأشياء؟ لو نظرت إلى كيف تتعامل الحكومة مع كل هذه الأشياء هي سنجد أن هذا سيؤدي إلى مزيد من الثقة في التنفيذ والتطبيق. يجب أن نؤسس التنفيذ، يجب أن يكون لدينا مؤسسات تخدم ليس فقط مجموعة بعينها ولكن السكان بأسرهم. النقطة الثانية، يجب أن نتأكد من أن الدعم الخارجي سوف يكون أكثر من مجرد صداقة جيدة. النقطة الثالثة، يجب أن نكمل المشروعات الكبرى والضخمة بالكثير من المشروعات المكملة الصغيرة والمتوسطة. أمر مهم جدا. الشيء الذي نحن أقل أو أكثر ثقة بشأنه هي النتائج. الناس سيقولون لو قمنا بعمل كل هذه الأشياء هل سيكون هناك تغيير؟ التحليلات الاقتصادية بها بعض اللبس. إذا ما عملنا كل هذه الأشياء في الواقع اقتصاد مصر سيتحول بشكل كامل والمستفيدين لن يكونوا فقط هذا الجيل ولكن الأجيال المستقبلية.
It's a question I posed to Jeff Immelt as well. I remember the Duvel partnership that was announced by the G8 after the Arab Spring. Pledges of $20 billion, and we're going to step in and provide this sort of funding. And everybody kind of, you know, if I could be really candid here, everybody stood back and waited for the trio that Mr. Alarian is speaking about, Saudi Arabia, Kuwait, and UAE, to fill that void. Isn't that a crying shame that the West didn't step in at the most critical time with the sort of support that they initially talked about for the Arab Spring countries? It wasn't anywhere near the initial pledges that were put on the table. You can understand why, when you have an economic sudden stop, فهناك توقف مفاجئ في الاقتصاد. مثلا تخيل ان احدهم قد اصيب بسكتة قلبية، فكيف يمكنك ان تستأنف العمل؟ الامر ياخذ بعض المراحل وتدريجيا سوف تتمكن من مواصلة النشاط. فاول من يتحرك هو من يقدم المعلومات، السعودية والكويت والامارات العربية، واستمعت اليهم وعرفت انهم يعرفون مصر بشكل رائع وكبير، وهكذا كانوا اول من تحرك من اجل مرحلة التحول. النقطة الثانية أو الحركة الثانية كانت البورصة مثلا، انظر إلى نشاط البورصة. أما الخطوة الثالثة فهي الدول الأخرى والأعمال الأخرى. ولكن أهم متحرك في هذا الأمر كما قال رئيس الوزراء هذا الصباح كان أنه في خلال 8 أيام تمكنت الحكومة من توفير 64 مليون من أجل قناة السويس الجديدة. إذن سوف تنتظر مصر فهي آتية. I want to bring in Mr. Lee and Paul Polman, of course. Mr. Sumi, you had a comment because you're active in this topic that I brought up. And I think I completely agree with. I think the idea that public aid budgets in the West going to be a big part of the story. الموازنة الموجودة في الغرب فكرة جيدة. أرجوكم ارفعوا صوت الميكروفون قليلا. هذا هو الوقت الذي ارتفعت فيه موازنات الدول الكبرى الثمانية، لهذا يجب أن يأتي ويدخل القطاع الخاص في الصورة. وكما قال محمد، فليس ما يفاجئنا أن الإمارات العربية والسعودية والكويت كانت هو أول المتحركين، فقد قدموا أكبر المساهمات. Essentially, to sovereign wealth funds and so on. فمثلاً they really see Egypt particularly, but this region هم الذين دخلوا في الصورة أولاً. دخلوا، فهناك إمكانات في مصر رأوها وعرفوها. فالفرص التي قدمتها مصر والتقدم الذي أظهرته في العام الماضي كان بالفعل رائعاً وملحوظاً. ونحن أيضاً شاركنا بـ2 مليار وعدد وكمية ضخمة من الأموال تم ضخها في سوق المصري، وهناك الكثير أيضا والأكثر منه سوف نفعله في المستقبل. وعالم الأعمال يقدم هذه الصورة بشكل واضح. والآن أنتقل إلى مستر لي. You know, quite carefully, of course, as a emerging markets editor, the role of China in Africa, the African Renaissance. In fact, Jeff, you were at that conference, the U.S. Africa conference last year, I think it was correct. أنت في مستقبل and it's almost a game of catch up by the United States to China. Most people think of sub-Sahara Africa or Eastern Africa, where you're extremely active. What role are you going to play in Egypt going forward, and how does Egypt fit in strategically to the Chinese model of foreign policy at this stage? What's the priority? Okay. Let me, from my perspective, explain my role. CSE is a China sovereign wealth fund. وهو إقليم في الجنوب الصين، وكانت فيه استثمارات طويلة الأمد في الجانب التجاري. وأعود إلى سؤالك. CSE وهي المنطقة لها أهمية عالمية لأنها مستثمر عالمي ولها وزن كبير ولها مخصصات مالية كبيرة للأسواق الناشئة. هذه كانت أول نقطة للنجاح. بالمقارنة لمؤسسات كبرى أخرى، لدينا مخصصات عالية في البنية التحتية والاستثمار الأجنبي المباشر. وهكذا فنحن نبحث عن الفرص طويلة الأمد. إذن النقطة الثانية، لماذا لدينا اهتمام كبير للأسواق الناشئة؟ وحسب ما تبلي علينا تجاربنا، نحن نؤمن بأن هناك أسواق ناشئة
كثيرة إذا استطاعت هذه الدولة أن تسلك السلوك السليم والطريق الصحيح وسياسة جديدة أن تنتهج سياسة جديدة في الاستثمارات فلديها فرص رائعة وعالية ولديها إمكانات عالية جدا في الاستثمار وخصوصا في على المدى الطويل. إذن لماذا الآن؟ أجيبك وأقول أن هذا الحدث أنا لا أحتاج أن أتقدم عن أن أحدث عن أهمية هذا المؤتمر. فهذا المؤتمر بالفعل يعرض لنا بشكل واضح جدا أهمية مصر في المنطقة. وبالنسبة لنا أيضا الاستثمار المتنوع في غاية الأهمية هنا. فالاستثمار والتصدير في مصر هذا سوق عالمي وسوق عام، ولكن ما زال لدينا اهتمام كبير في البحث عن فرص جديدة أخرى وأيضا تعاون كثير في الاستثمار المحلي سواء في البنية التحتية أو غيرها. ولقد رأينا بأعيننا خطط طموحة تضعها الحكومة هنا، واليوم والأمس أكدوا لنا مرارا وتكرارا أن هذه الخطة الجديدة جيدة جدا وفي صالح المستثمرين الذين سوف يقدمون على إقامة استثماراتهم في مصر من أجل خلق فرص عمل جيدة. شكرا جزيلا لك. وهذا قرر أن يتحدث الإنجليزية. شكرا جزيلا لك. أما الآن فأنتقل بول فولمان من يونيليفر، أنت 50 عاما في مصر الانتهاء صحيحا؟ يقول نعم، كنا هنا منذ زمن طويل. أعمالنا في مصر هنا لدينا 4 مصانع يعمل فيها 10,000 من العاملين، ومرنا مع مصر بأوقات صعبة وأوقات جميلة وتعاوننا مع الحكومة وكانت خططنا طموحة جدا ليس فقط في مصر ولكن أيضا للتصدير. فنحن من أكبر المصدرين في مصر وأنا أعتقد أنني سأستمر في هذا النهج. مستر ألابار حدثنا معه supermarket chain. كان يتحدث عن سلسلة محلات كارفور. The panel on this across the board, please chime in. But let me start with Paul, as your consumer-facing group. Consumer spending, despite all the chaos we've seen for the last 4 years, is high. Consumption is high. They don't hold back their spending. They want to live a good quality of life, despite what was going on in the region. And that sort of consumer spending is going to continue if the growth rate, of course, nudges between 5-7% in the next few years. Well, you can't take it for granted, يقول بالطبع هذا ليس مسلما به، ولكن حين استمعت إلى رئيس الوزراء هذا الصباح رأيت خطة طموحة. فالسكان قادرون، الشعب هنا قادر، هناك خطط مركزة، وإذا كانت هناك إمكانات ما زالت متاحة فهناك فرصة لاستمرار هذه هذا التقدم. واستراتيجية التنمية المستدامة واضحة في المعالم، ولكن التحدي الوحيد من أجل إطلاق هذه الإمكانات في مصر هو الالتزام والالتزام المجتمع الدولي. فإذا استطعنا أن نفتح قاعدة الهرم سوف يؤدي هذا إلى فتح باب التعاون خصوصا في مجالات مثل المرأة وعمل المرأة. فنحن لدينا برنامجا في مصر مثلا من أجل تدريب 2,000 امرأة على المبيعات وأيضا برامج للتمويل 7,000 من أصحاب الأراضي الزراعية. فإذا استمرينا في الاستثمار في هذه القطاعات نجد أننا قد أرسينا دعائم قوية جدا للاستثمار في مصر. سؤال، حين كنت أقوم ببعض البحث عن مصر global competitiveness report. I think it has Egypt about 118 out of 144 countries. Now it had a better track record before the overthrow and chaos. Do you look at these barometers and say, I'll make a This administration wants to cut through the bureaucracy, get permits, as Mr. Alabar was talking about, through the system. But do you think it can be capable of much, much more? We do business like Unilever in 175 countries around the world. So there were
places, I would say. أماكن رأيت فيها أسوأ مما جرى في مصر على مر السنتين الماضيتين. You know, for 2 years in the U.S., I led President Obama's Jobs and Competitiveness Council. We came up with 4 things that I've since seen every place I go, which is infrastructure, regulatory reform, training and education, and really nurturing small and medium enterprises. And I think that formula works in Egypt just like it works in place else. Now, I would echo what Paul said. So if we come here and when we build a factory, and let's say our first wave will hire 500 people. أنه يعمل فيه حوالي 500 عامل. فمثلا إذا أردنا مضاعفة هذا العدد من العاملين، فمثلا نخلق 2000 فرصة عمل. فأحد المسؤوليات المهمة كما قال الممثل يونيليفر هو أننا يجب أن نركز على تدريب والاستثمار في هؤلاء الموردين للخدمات من أجل أن نخلق مجتمعا جديدا، وهكذا المؤشرات تشير إلى ذلك النجاح. نحصل على كهرباء أكثر وندرب بشر أكثر. محمد، أرجو أن أستمع إلى رؤيتك هنا وقدرتكم على إعادة تدريب قوة العمل. But can you accelerate this idea that the investment authority becomes a friendly shop in which to work in? If GE or Unilever wants to expand and make things happen, the EBRD wants to partner with the group, it can happen in a reasonable span of time. I think it's not just it can happen, it is happening. I mean, just listen to what colleagues have said. There are two things that have fundamentally changed. فهناك شيئين تغيرا تماما. أنت الآن تستمع إلى كلمة الاقتصاد الشامل، وهناك فهم كبير لمزايا هذا النمو. لا يجب أن تكون عالية فقط، ولكن أن يتم توزيعها بشكل رائع. هنا هذه قضايا اقتصادية، فالاقتصاديات السيئة تؤثر على السياسة والعكس العكس. إذن فهناك النمو، وهذا النمو The two ministers this morning and the Prime Minister spoke about inclusive growth. And that's very important. And the second issue that's very important is corporate responsibility. Both of them mentioned this notion of corporate responsibility. I see it when I interact with the Egyptian companies. You see it in the startups. And that is helping a fundamental effort that's going on. And that has really taken a massive leap forward, which is protecting the most vulnerable segments of society. The cash transfer program is empowering people enormously, right? And that was a dream for Egypt. It's happened. And it will continue. So the answer is absolutely. We have so much to gain from simply better utilizing existing talents. And then we have even more to gain from developing our talent further through education, through training. So, you know, the potential actual and what you could actually do with the potential is really good. I want to ask the panel here a question, and then we can maybe take a question or two from the floor. This is a region in massive chaos right now. I've been living in Abu Dhabi. I feel like I'm living in this kind of buffer zone here of tranquility. But uncertainty in Iran, uncertainty in Syria, Libya in chaos, transitions in the Arab Spring economies right now. As you plan ahead, Paul, how do you manage this? I mean, how do you tell your board, we're going to stay in, we're going to continue to invest, and this is an important region to make sure it stabilizes? Well, as Jeff is saying, we're in 190 countries, so we see a lot of it, and we are in many of the other countries that unfortunately are even more unstable. But you have to believe in one thing. You have to believe, first of all, that everybody has a chance for a better life. Things that we've become accustomed to should be accessible to everybody. The other thing you have to believe in is that peace also in this region will come with economic prosperity. There's a lot of desperation that comes out of poverty. So what we do, and day by day making people's life a little better, is probably the best contribution we can make in Egypt and many other countries to improve people's lives, and therefore make these contributions to this economic and political stability that we're all after. So running away from an issue like that is the worst thing you can do. In fact, you have to be smart how you invest, but you have to make a commitment. We're all human beings of the same race. نفس النوع.
Vice Chairman Lee, we often talk about a G2 world that we live in today, the U.S. and China, right? And when China is going to step up to take the political weight that it deserves because of the scale of its economy and growth. But how do you see the Middle East? How does China see the Middle East as an investor? There is a lot of unsettled nature in the region right now, but China wants to have a role in trying to stabilize it as well as Paul is suggesting. Okay, I will see how I can. Now, how my will to see the Middle East. China, the will, I think they are not the right person to explain about that. But from global investor point of view, I think that, for a global investor, right now, the Middle East, I think that from long-term point of view, we see this is a big potential here. And we hope have big potential development. And the second, from global perspective to see, that is very significant region. Linked to Africa, Europe, Asia. And also it's a very important global transfer. A line and تحويل أو heart. نقل فهو محور. So, therefore, for a global investor like CSC, we think we really need to pay more attention to first understand this region, understand this system and the policy, and also looking for opportunity to seek partnership to help us to understand local and also to help us to do business. But for China, I think it's another. From another perspective, to see that China is also a developing country. I think the G2 is just according to the size of one country. But in China, the average personal GDP is only roughly 7,000 US dollars. We have still in the developing process, we have a lot of work to do to improve our society, improve our social fare for everybody in China. So therefore, in right now, even though China, I think, have some reserves, but this is a more diversified in global investment. This is, I think, this is rational and reasonable choice because this can help us diversify our reserve and also can help other regions. Yeah, because some regions need more capital involved. So I think this is a very good condition for win-win structure. Great. Let's leave it there. Nice warm round of applause to our panelists. Jeff, Sursuma, Mohammed, it's a pleasure. Chairman Lee, nice to meet you finally for the first time. I appreciate your contributions. And Paul Pullman, another nice round of applause for them participating here at the forum. Nicely done, yeah. Really cool. So, thanks. Okay. If I can have everybody's attention, we're not going to take the coffee break yet, but we have a very good guest for you. The coffee break will come shortly thereafter, I promise. Let's welcome to the stage somebody we talked about the credentials of General Electric and its investment track record in the country. Our next guest is Chairman Chief Executive Officer of Siemens, a company with better than 340,000 employees, with a market cap of $114 billion and just announced a major investment into Egypt today. Let's give a warm welcome to Joe Kaeser, the CEO of Siemens of Germany. Oh, you're behind me. OK.
Okay, if I can have everybody settle in, it's good to see you again. Yes, it's been about a year, actually. Okay, there's a lot of people moving about. If I can have those that are standing, go ahead and take a seat if you can. This is a 10-minute session with Mr. Kayser. Thank you. So you had a chance to listen to our panel there, Joe. Yes, I did. You had an announcement this morning. Give us a sense of what the investment looks like and what your plans are for the investment in Egypt. But first of all, I would like to congratulate President El-Sisi and the Egyptian people about a very, very great conference here in Sharm el-Sheikh. It is amazing how massively, you know, this country has been sparking the interest of the global world. So I think finally the world gets where you need to be. Now I'm very grateful that this morning we were able to basically do a deal together with the Egyptian president so that Siemens will basically build Beniswef, a 4.4 gigawatt combined cycle power plant here in the country. Wow. 4.4 gigawatt. 2.4 megawatt. Wow. 2.4 megawatt. We also agreed that we are going to do wind power together up to 2 gigawatts for the next few years. And since this is not about coming to a country, making a sale and then go back home, we also agreed that Siemens is building a manufacturing plant for wind power in the country. This will create up to 1,000 jobs. And we also agreed that we will provide a dual apprenticeship for up to 500 young Egyptian people to be educated in the industrial automation. Thank you. I appreciate those that are in the aisle. You can go ahead and take a seat, please. Gentlemen. It's a question I posed to those in the panel before, Joe, and I think it's an important question. Why?